اهلا بيكم في القناه عندي، ولو لاول مره تشرفوني ما تنسوش ان انتوا سبسكرايب وتتكوا على النوتيفيكيشن بيل عشان دايما توصل لكم كل الفيديوهات الجديده. النهارده عايزه اجاوب على ثلاث اسئله مشروعه من الاسئله اللي دايما بتجيلي في الاستثمار او عن الاستثمار في امريكا. السؤال الاولاني هو كيفيه الاستثمار، يعني ايه الاجراءات المطلوبه او ايه الوضع بالنسبه للمستثمر بالظبط، ويعني ايه اللي محتاج يعمله. الحاجة التانية، هل ده بيدي لك الحق ان انت تاخد الجرين كارد او الاقامة في امريكا؟ السؤال التالت هو ايه افضل استثمار عقاري النهاردة انت ممكن تستثمره في امريكا؟ طيب هنبدأ بالسؤال الاولاني وهو كيفية الاستثمار بالنسبة لك او الاجراءات المطلوبة. طبعا انت النهاردة ممكن ان انت تشتري البيت ده او تشتري العقار ده كاش، كله كاش زي ما تحب، او ممكن ان البنك يمولك، فانت ليك حق برضو في التمويل. تقريبا بتدفع 30 الى 50% داون بيمنت، يعني مجرد مبلغ كده هو الداون بيمنت من 30 ل 50% من ثمن البيت، والبنك بيمولك بالباقي على مدى مثلا 20 سنة 30 سنة. بتبدأ تدفع كل شهر طبعا قسط معين. وفي طبعا انواع بنوك معينه او اللي هم اللاندرز، بنسميهم لاندرز، هم المسؤولين عن الاستثمار الخارجي ده. يعني مش اي لاندر اللي هو يعني اللي بيمول داخلي بيمول خارجي، ففي استثمارات لاندرز معينين وبنوك معينه مسؤوله عن ده. طب هل في ضمانات للبنك؟ ضمان البنك الوحيد اللي هو العقار نفسه، يعني بنسميه كولاترال. فده الكولاترال بتاع اللاندر، ان هو لو حصل ان الشخص يعني تعثر في السداد ما قدرش ان هو يدفع باقي الاقساط لاي سبب كان، فبالتالي طبعا بيخسر كل اللي حطه في البنك، وكمان البيت بيرجع تاني للبنك او لللاندر. فاللاندر كده ما يعتبرش ان هو البنك مش خسران حاجه. السؤال التاني بقى، هل ده بيديلك الحق في ان انت تاخد الجرين كارد او الجنسيه؟ الاجابه لا. علشان تاخد الجرين كارد او الجنسيه ده له طريق تاني خالص، عن يعني طرق مختلفه ممكن تتابع فيها مع محامي للهجره، هو اللي يقدر يساعدك في الموضوع ده. ولكن فايده ان انت يبقى عندك عقار في امريكا، طبعا ناس كتيرة بتشتري مثلا لولادها، او حتى هم لما يجوا فسحة هنا ممكن هم يعني ينزلوا فيه، او ممكن هو يسدد ثمنه بعد فترة مثلا لو انت اجرته. وبالتالي مش بس بتكون كسبت من الابريشيشن اللي هو ارتفاع سعر العقار من دلوقتي مثلا لعشرين سنة قدام، مش بس كده، لا كمان المستأجر اللي موجود هو اللي بيدفع القسط الشهري، فبالتالي انت مش خسران حاجة، وممكن تبيعه بعد 10 سنين بعد 20 سنة زي ما تحب وتكسب فيه كمان. السؤال الثالث بقى، ايه افضل نوع عقار النهاردة ممكن تشتريه في امريكا؟ افضل نوع اللي هو بيسموه residential units، يعني بيبقى عبارة عن وحدات، 3 أو 4 وحدات مع بعض، تقدر ان انت تشتريهم وتأجرهم الـ3 أو الـ4 مع بعض. ده طبعا بيديلك يعني كاش فلو كويس جدا، وفي نفس الوقت لو وحدة من دول مثلا ما تأجرتش، يبقى الـ2 أو الـ3 التانيين شايلين الوحدة دي. أرجو أن أنا أكون جاوبت على أسئلتكم في الفيديو ده، ولو عندكم استعداد أو دلوقتي عايزين تستثمروا في كاليفورنيا أو في أي حتة في أمريكا، ممكن توصلوا لي عن طريق الواتساب على رقم 909-631-5301، وأحط الرقم في الديسكريبشن بوكس اللي تحت. شكرا على مشاهدتكم، وأشوفكم في الفيديو اللي جاي.